ما هو المرسل؟ اختلفوا في حجيته. ما هو المرسل؟ المرسل نوع من انواع الحديث الضعيفه، وهو ان يرفع التابعي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطه. هل الواسطه صحابي او ليس بصحابي؟ ليس على كل حال صحابي. لو كان صحابيا لاعتبر هذا ايش؟ متصل. لكن هذا التابعي رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، تابع يقول قال رسول الله، فيحتمل أنه سمعه ممن سمعه من صحابي، فلا نعلم حال هذا الذي حدث هذا التابع بهذا الحديث فنتوقف فيه، فقيل المرسل ضعيف لأن ما نعلم من الذي حدث هذا التابعي بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الحديث المرفوع يرفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما نسبه صحابي، تابعي قال رسول الله، فلا يعتبر هذا مرفوعا، يعتبر مرسلا. طيب عرف ايش معنى المرسل؟ ها، حديث يرفعه تابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطه. ما حكمه؟ اختلف فيه، فبعضهم يقول لا، المرسل ضعيف لان من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، وهذا متصل سند او ليس متصل؟ ليس متصل، فلم يقل التابعي عن فلان من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا في انقطاع فيعتبر المرسل إيش؟ من الأحاديث الضعيفة. واضح؟ بعض الأئمة قال لا، المرسل إذا صدر عن تابعي ثقة ما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أئمة التابعين، ما قال رسول الله إلا وهو عنده سند صح ما ذكره لنا، لكن ما قال هذا الشيء إلا لأنه مسنده من صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم فرق، قال إن كان من كبار التابعين وأئمة المسلمين، مش أي تابعي، ها، ممن عرف بالإمامة كسعيد المسيب مثلا، فهذا مرسلاته مقبولة لأنه أصلا تابع كبير وروى عن بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال رسول الله دون أن يذكر الصحابي مقبول. ففرقوا بين مراسيل كبار التابعين مع مراسيل بقية التابعين. والأصل إيش يا إخوان؟ المفروض الحديث يكون إيش؟ متصل، متصل السند حتى يكون صحيحا أو حسنا أو يكون يعني مقبولا، هذا معنى مرسل. قال وحجية المرسل، وفي حجية المرسل كلام، عيد. قال وفي حجية المرسل كلام. ما هو المرسل؟ ما رفعه تابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ فالإمام أحمد ومالك يحتجون بالمرسل، وكذلك الإمام أبو الإمام مالك أحمد ومالك لو أتاهم حديث مرسل تابعي قال رسول الله يحتجون به. نعم. وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل، ومنهم من يجعل له شروطا كالشافعي. شروطا مثل ماذا؟ قالوا إذا كان هذا التابعي من كبار التابعين، ممن لازم الصحابة كثيرا، ممن يكثر من الروايات، مثل هذا التابعي نعم نقبل، مش أي تابعي، هذا جعل الشروط. نعم. ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب كما ها هنا. إذا منهم من يحتج بالمرسل إذا أتى بحديث موافق للأدلة العامة، موافق للأدلة الأخرى، ها، فيستأنس به لأنه أصلا لم يأتي بمعنى غريب، بمعنى خارج عن معاني الأحاديث الصحيحة، وإن كان مرسلا لكن هذا له شواهد من الأحاديث الأخرى، لأن الحديث ممكن أن يتقوى بالشواهد أو بالمتابعات، فيقول هذا حديث حسن بشواهده. كيف شواهد؟ الشواهد تكون بالأحاديث، يعني أن يأتي حديث ابن عمر ويأتي حديث أبي هريرة لكن معنى الحديثين واحد، فيقال حينئذ وحديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، المعنى واحد، كله يتكلم في موضوع واحد، هذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف، أصل لو كان صحيحا انتهينا خلاص الحديث صحيح، لكن هذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف، وكلا المعنيين في موضوع واحد، فيصلح أن يكون إيش؟ هذا الحديث صحيح أنه فيه ضعف لكن مع الشواهد يقبل، فيكون هذا حسن أو حسن لغيره. واضح؟ طيب. المتابعة تكون في الرواة، يعني هذا الشيخ حدث بالحديث حدث عنه طالب تلميذه، والتلميذ هذا فيه ضعف في حفظه،
لكن أتى التلميذ الآخر وأكد خبر نفسه، قال حدثنا فلان، ها هذا فيه ضعف، وفيه راوي آخر صدق كلام الراوي الأول فتقوى به، مثل ما تقول عندنا حبل ضعيف نربطه بحبل ثاني تقوى، حبل ثالث يتقوى. لكن الآن المتابعة تكون في السند، راوي يتابع راوي يتقوى به ويتأكد الخبر عن الشيخ أنه قد حدث بهذا الحديث، واضح؟ أما الشواهد في الأحاديث حديث وحديث آخر، وهذا عن أبي هريرة هذا عن ابن عمر، لكن المعنى واحد، فهذا الحديث يشهد لهذا الحديث فيقول حسن بشواهده. فهنا الشيخ يقول أن بعضهم قال إذا كان الحديث مرسل، شمعت مرسل رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الواسطة، والواسطة ما نعرف أنه صحابي، لو نعرف أنه صحابي انتهى، لأن الصحابي كلهم عدول، لكن احتمل أنه أخذ عن تابعي آخر عن صحابي، ولا نعلم من عن من أخذ، ولا نعرف حال الذي أخذ عنه فنتوقف به. لكن لو كان هذا من كبار التابعين وقال قال رسول الله، هذا مقبول عند بعض الأئمة، ها؟ أو هذا التابعي رفع الحديث وقال قال رسول الله، والحديث الذي جاء به لا يخالف الأحاديث الأخرى من حيث المعنى من حيث الحكم، فيستأنس به ويؤخذ ويؤخذ به، واضح؟ طيب كمل. قال وقال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي. نعم، في أشياء ما مو باجتهاد يستنبط الحكم، وإنما هذه مما لا يقال بالرأي وإنما هو خبر العقيدة مثلا، فهذا يحمل على أنه وقاله صحابي، يحمل على أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول هذا مما لا يقال بالرأي، أكيد أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام. مشهور جدا تفسير الكرسي عن ابن عباس، ماذا قال؟ أنه موضع قدمي الرب، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس، وأهل السنة اعتمدوا على أن الكرسي موضع قدمي الرب، لماذا؟ لأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس صحابي، ويقول شيء في علم الغيب، وما يدريه بأن الكرسي كرسي الرحمن موضع قدمي الرب، أكيد أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال الكرسي موضع قدمي الرب لأثر ابن عباس، لأن مثل هذا الخبر كرسي موضع قدمي الرب مما لا يقال بالرأي والاجتهاد يستنبط ابن عباس، فيقول هذا له حكم الرفع، واضح؟ كذلك الأمر إذا تابعي قال أمرا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد يقول له حكم الرفع، لأنه ما يأتي ب ما يجتهد ويستنبط هذا الحكم، وإنما هذا خبر، ومما لا يقال بالرأي والاجتهاد إذن هو له حكم الرفع. نعم، يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي، وليس وهذا ليس بقوي، لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد أن يكون إذا سمعه من الرسول صلى فلا بد أن يكون إذا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، فلا بد أن يكون إذا، شايفين إذا إيش في هذه؟ فيها تنوين، صح؟ هل تكتب إذا بالتنوين ولا إذا بالنون، همزة ذال نون ولا همزة ذال تنوين؟ هذا وهذا، خلاص دكتور تكتب بهذا وهذا، أما تكتب إذن بالنون أو إذن بالتنوين. نعم، لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد، والقول الأول هو المعروف، وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. قوله وله يعني لوكيع عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود، وإبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود. نعم، هذا من كبار تلاميذ ابن مسعود إبراهيم النخعي. نعم، قوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة وكالربيع بن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء.